يكون في وايد أصحاب عشان يلعبون معانا، نسوي دائرة وبعدين نلعب. الحين حط الطاقية فيه، واحد يركب وراه حقه، لما يصيد الحصاد يطلع برا. لازم يدور دويرة ما يصير يروح ليه. وانا اذا كنا ستة، واحد طلع يصير خمس، بعدين اذا واحد طلع مرة ثانية ثلاثة، بعدين اثنين، بعدين اثنين ما يخلص اللعبة. بعدين يختار حد، اختارني انا لازم الحقه، اذا قعد مكاني هو ما يطلع، انا ستة يطلع برا. واللي يفتح روح الدار.